هل يجوز للحائض أن تسعى تطوعا وتعتبر أو تعتبر بذلك متعبدة بهذا العمل؟ لا، لا يجوز الطواف إلا بطهارة مثل الصلاة، كما أن الصلاة لا تجوز إلا بطهارة كذلك الطواف لا يجوز إلا بطهارة. ولم يعهد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف بدون طهارة، وكان إذا فرغ من الطواف يصلي على طول، أدل على أنه كان على وضوء، طاف بوضوء، ولم يعهد أنه طاف من غير وضوء، مع قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه. وإن قيل إن في رفعه نظر وأنه موقوف على ابن عباس، فهو موقوف في حكم المرفوع، لأن ابن عباس لا يمكن أن يقول هذا برأيه، الطواف بالبيت صلاة، لا يمكن أن ابن عباس يقول هذا برأيه إلا أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح سنده إلى ابن عباس، أما رفعه إلى الرسول فهذا محل النظر. ولكن لو كان موقوفا على ابن عباس فهو في حكم المرفوع.